اشغال خدامه اللي جهه المخازن مع لا تيراس. هذا هو الشريج، غنوريه لكم من الداخل. الباب ديال الشريج شغال كاينه لهيه من ديك الجهه. تعمل في ذاك السور خارجي خدامين حتى فداك القنت لهيه جهة المحبة جهة الغرد للعيشة. يعني هاد الأسوار الجانبية بقى داك الطرف من لهيه على اليسار هو اللي بقى للفوق. داك راه ناطي، دارو داك الخندق في وسط السور ما عرفتش علاش. نحاول نكبرو لكم هذاك الخندق راه هو اللي دارو، يعني تيبان بين السمك ديال السور. يعني هاد الحيط اللي داير بالشارج راه غليظ غليظ، راه كاين بعض الاماكن اللي وصل 5 متر. كتلاحظوا راه داخلين تمايا حافرين وداخلين ما عرفتش علاش. يعني راه كاين داروا داك الشق اللي داروا في السور ما عرفتش علاش. نصور لكم لي بانو القدام، هما هادو راه يصور. هذا هو يعني إجابة على بعض التساؤلات أو برنامج تأهيل وتتميم المدينة العتيقة 2019-2023 أشغال تأهيل وترميم سريج السوان. يعني الأشغال نورمالمون خاصها تسالي في 2023، هاد الشيء إلا ما حسبوش هذيك الشهور اللي كانوا واقفين بسبب كورونا. نصور لكم هاد لي بانو. هذا هو الشريج السواني قديما. واحد الاخ قال لي كتقول شريج، خاصني نقول سهريج سهريج السواني. لحقاش
والفنان قولوا ساريج، واخا دابا في الكتابه كنكتبها سهريج ولكن في النطق تنطقها ساريج. شاري السواني اللي ما عارفش خلاص بان السواني راه عباره عن سقايات بحال السقايه. اذا السواني جمع ثانيه اللي كتعني الساقيه. ونورمالمون هذه ملي تنقولوا الثانيه يعني بحال تنقولوا شي ساقيه وحدها البير وكاين واحد الناعوره اللي كتخرج الماء، يعني هذا هو المفهوم ديال الثانيه، الفرق ما بين ثانيه وساقيه. و تنذكروا هنا الاغنيه نتاع المرحوم حسين السلاوي، فنان حسين السلاوي راه فنان، يعني كان شي حاجه ولكن جات ظروف اللي طمراتو، يعني ما هاد الوقت ما كانوش باغيينو يبان. فهمتي تنذكروا الاغنيه ديالو الثانيه والبير والمجاري لا لا لا. ومن الاغاني المشهوره ديالو حضي راسك ليفوز بك القومانيه فلان الميريكان. فاش جاو الميريكان للقنيطره قال كلشي خرج، الدريات الصغارات والعقايزات كلشي خرج. اذا هو هذا شريف السواني، شوف واش تقبط لنا شي حاجه من هنا قريبه. هنا كنلاحظوا هذا السور هذا اللي على اليسار بقى فيه واحد الشويه راه داري الاسره. راه خدامين فيه تيبانوا لكم العمال ولا لا؟ نزيد نقرب. يعني بقى شوية في داك الحيط اللي من لهيه والحيط اللي على اليمين، هما اللي باقيين خاصهم شوية. الحمد لله المهم الأشغال راه غادا. إذن هو هذا الشريش، هذا الباب الشريش. هذه الأكاديمية القديمة ومدرسة المعلمات حتى هي قديمة. هو هذا الشريش وهذه هي الأشغال اليوم السبت 26.